الأسماء اللي راح أقولها الآن نسمح الواحد منهم نزل يدك يا أخوي. اللي بقول الأسماء الآن اختار واحد منكم يدافع عنكم، لأني ما أقدر أخذ الأسماء هذه. اللي دخلوا طبعاً حرم الإدارة والإعداد، ماجد ومهند بن فردان ومحمد بن ناصر ونايف وعامر بن نير وشقران وضاري وأسامة بن عوضة ونواف بن طارد. واحد منكم يتكلم بس يدافع عنكم، ما راح أقدر أخذ الأسماء دي كلها. محمد بن ناصر أنت معهم ها؟ يلا محمد تعال تعال. ترضون في محمد يتكلم عنكم والأسماء اللي ذكرنا؟ يلا تعال. السلام عليكم. السلام. شو اللي حصل محمد؟ بس بغيت أعرف داخلين حرم الإدارة؟ إيه. بخصوص الفقرة اللي أمس؟ عندكم مخالفة دخول الحرم الإدارة. كم مرة تدخل حرم الإدارة أنتم؟ والله مرات واجدة. مرات واجدة لعدم التجاوب. ليه ما تدرون عليها عقوبات ذي؟ إحنا ندرن عليها عقوبات بس ما فيه تجاوب من الإدارة. إذا إيش؟ ما فيه تجاوب من الإدارة إذا بغينا شيء معين. إيش تبون أنتم؟ أبسط مثال العشاء. إيه. العشاء اللي نعتاش فيه هذا أبسط مثال. يا جماعة أعطونا العشاء. يا جماعة أعطونا. كل هالعدد داخلين يدورون عشاء؟ أنا أقول لك على حسب التفاوت، في أكيد إن كل واحد له. هذا دور الإمبراطور، كلمة أنت يا إمبراطور، أنت عندك الصلاحية أنك تدخل. هذا من قبل الإمبراطور بدأت خشمك. هذه متى صارت يا شباب الدخول ذا؟ إذا كانت على الحدث أمس. خلينا نسمع منهم. إيش؟ قلت دخوله متكرر دائما. إي أقول لك كل شخص عنده وجهة نظر. خاصة مهند يقول متكي في الكنترول، وين مهند؟ متكي في الكنترول، إيش عندك أنت؟ ما دخلت الكنترول. ها؟ ما دخلت الكنترول داخل ما دخلت. يعني يكذبون عليك انت؟ ما انا امس طلبت المايك حقي فقط وجاء الحسين وقال اعطوه مايكه. ما دخلت الكنترول. طيب. باقي عندك شيء؟ ابدا السلام. تفضل. شباب سجلوا العقوبات ها؟ وليد.